بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم الدرس الثاني في الوحدة الثانية من مادة الفقه والسلوك للصف الرابع الابتدائي، وهو الوضوء. الوضوء، إذا أردت الصلاة فبأي شيء تتهيأ لها؟ إذا أردنا الصلاة فبأي شيء نتهيأ لها؟ طبعا نتهيأ لها بإيه؟ بالوضوء. نتهيأ لها بالوضوء، نستعد لها بالوضوء. فضل الوضوء، عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. يبقى الوضوء سبب في خروج الخطايا من الجسد، هذا فضل عظيم. حكم الوضوء، يجب الوضوء لثلاثة عبادات، يعني واجب في الصلاة والطواف ومس المصحف. الصلاة والطواف ومس المصحف واجب، نركز. يبقى الوضوء للصلاة سنة ولا واجب؟ واجب. الوضوء للطواف واجب، لمس المصحف واجب. أما ذكر الله والنوم وفي كل حال هذا سنة. يبقى الفرق بين الواجب والسنة نميزه في شيئين: الوجوب في الصلاة والطواف ومس المصحف، السنة ذكر الله النوم في كل حال. تمام. شروط الوضوء، الوضوء عبادة عظيمة لها شروط لا تصح إلا بها، يعني ما ينفعش الوضوء بتاعي يكون صحيح إلا بالنية ومحلها القلب. بروحش أغسل إيدي ووشي كده وخلاص، لا، لازم أكون ناوي أن هذا الذي أفعله بنية الوضوء، وليس شرطا أن تقول بلسانك، محلها القلب. طهارة الماء، فلا يصح الوضوء بالماء النجس، ما ينفع تتوضأ بماء نجس. ثالث شرط، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر. لو أنا توضأت مع النية وماء طاهر بس في شيء بيمنع وصول الماء إلى البشرة فهذا وضوء باطل. يبقى ثلاثة أشياء: النية، طهارة الماء، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل جاب هنا العجين، المنوكير أو طلاء الأظافر، والبويات والألوان التي نراها على هذه اليد. بعد أن تعرفت على شروط الوضوء، يمكنني الآن أن أحدد مع المعنى الصحيح لشروط الوضوء. المعنى الصحيح لشروط الوضوء هي الأشياء التي يجب غسلها في الوضوء، ولا هي الشروط التي تسبق الوضوء ولا يكون وضوء صحيحا إلا بها؟ هي الثانية، هذه هي الصحيحة. أميز بين الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى أعضاء الوصول إلى أعضاء الوضوء بتلوين الدائرة التي تحتها من لون الأحمر، والأشياء التي لا تمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء بتلوين الدائرة باللون الأخضر. يبقى ناخد اللون الأحمر ونلون الأشياء التي تمنع هذه البويات، تمنع وصول الماء. العجين كما جاء بالكتاب، هذه الألوان، الحبر أظن أنه هو خفيف ما يمنع، والقطرة لا تمنع، هذا المزيل النشف فهو يمنع، وهذا طلاء الأظافر فالنشف فهو يمنع. أما الحبر إن كان خفيف فهو لا يمنع، والقطرة قطرة العين أو الأذن لا تمنع.
طبعا هذه الالوان الزيتيه هي التي تنشف على اليد وتمنع وصول الاعضاء، لازم تغسل جيدا. والكتاب جاء بها في الصوره السابقه، لذلك نحن جئنا بها كما جاءت في الكتاب. نمسح. أضع علامة صح تحت الإجابة الصحيحة. يجب الوضوء في الحالات الآتية: الدعاء ولا الطواف ولا دخول المسجد؟ الطواف. قراءة القرآن ولا الصلاة ولا مس المصحف؟ في الصلاة ومس المصحف. هذه ثلاثة أشياء يجب فيها الوضوء: الطواف، الصلاة، مس المصحف. الطواف، الصلاة، مس المصحف. طبعا في ناس هيقولوا مس المصحف، لكن نحن هنا كما جاء في الكتاب وكما هو مذهب المملكة العربية السعودية نمشي عليه. هنا أضع علامة صح أو خطأ: يستحب للمسلم أن يكون على وضوء دائما؟ نعم. يسن الوضوء عند الصلاة؟ خطأ، لأنها واجب وليس سنة. واجب، يجب. نكتب هنا إيه؟ يجب، علشان ما حدش يقول لي تعملها غلط، لا اقول يجب، يجب مش يسن. أميز ما يصح الوضوء به بوضع علامة صح وما لا يصح بوضع علامة خطأ. طبعا الشاي لا يصح، هذا العصير لا يصح، الماء ماء البحر يصح، صهريج مياه الصرف الصحي لا يصح، هذه المياه يصح، وهذه المياه النازلة من الأمطار يصح. خلاص كده ننتقل إلى الجزء الثاني حتى نستطيع أن نراه جيدا معا. نكمل. الحبر ما ينفع نتوضأ بالحبر. هنا مياه الأمطار يصح، هذه مياه الآبار والعيون يصح، هذا مياه حمام سباحة إن كانت تتجدد وغير راكدة، كانت تتجدد دائما فيجوز الوضوء بها، أما إن كانت واقفة وراكدة فلا يجوز، ولكن نحن نعتبر أنه هو دايما حمام السباحة بيجددوا المية، فلذلك يجوز أن نتوضأ منه، لأن احنا بننزل نستحمى فيه أصلا، فلا بد أن يكون طاهرا. وهكذا نكون قد انتهينا من درس الوضوء، وتحدثنا عن حكم الوضوء واجب للصلاة والطواف ومس المصحف، ويسن في ذكر الله والنوم وكل حال للمسلم. وقلنا أن الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. يا لها نعمة وفضل عظيم، يجعل ذنوبك كلها تخرج كلما توضأت، فإنه فضل عظيم. في الختام أسعد بوضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكون من متابعينا دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.